ولسه مكملين زيارتنا، ودلوقتي هنروح لقطاع إنتاج الأسمدة الورقية التابع للجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعي بالمنوفية. المصنع تم إنشاؤه سنة 2005، والهدف منه هو توفير احتياجات مزارعي الإصلاح الزراعي السمادية واللي بيحتاج إليها لتوفير أعلى إنتاجية للفدان من المحاصيل المختلفة. الأول مالتي فريتان، وهو بيحتوي على نيتروجين وفوسفور وبوتاسيوم بالإضافة إلى العناصر الصغرى. والنوع الثاني بوتاسا فريتان، وهو بيحتوي على بوتاسيوم بنسبة عالية بالإضافة إلى العناصر الصغرى، علشان يتحقق الاكتفاء من الاحتياجات السمادية للنباتات والمحاصيل المختلفة. مهندس يسرى عبد الحكيم، المشرف على قطاع الأسمدة الورقية التابع للجمعية الإصلاح الزراعي بوزارة الزراعة، أهلا بك. أهلا بحضرتك. فن عرفنا بقى إحنا هنا بننتج إيه هنا بقى؟ إحنا هنا في مصنع الأسمدة الورقية والمخصبات التابع للجمعية العامة للإصلاح الزراعي، اللي بتخدم بمشروعاتها المختلفة الفلاح وبتلبي احتياجاته كاملة، سواء من أسمدة أرضية، أسمدة ورقية، مخصبات، بحيث الفلاح يلاقي كل المنتج اللي عايزه وبأسعار مناسبة تناسب جميع المستويات بتاعة الفلاح. فإحنا هنا المصنع ده أنشئ سنة 2005، وزي ما قلت حضرتك شغال أسمدة ورقية بس، والمراحل المختلفة إن إحنا بنستلم الخامة اللي هي بتستخدم في الإنتاج وبتتحلل في مركز البحوث وبتثبت إن هي كفائتها عالية، وبنستلمها وبنبتدي نخلط الأسمدة دي. إحنا عندنا هنا نوعين من الأسمدة، عندنا السماد مالتي فرتان، وده عبارة عن سماد فيه العناصر الكبرى اللي هي نيتروجين وفوسفور وبوتاسيوم زائد عناصر صغرى، وعندنا النوع الثاني اللي هو بوتاسا فرتان، وهو عبارة عن بوتاسيوم وعناصر صغرى. الاثنين النوعين السماد دول بيكملوا بعض، بيكملوا كمان الرش الأرضي بتاع الفلاح اللي بيستخدمه في التربة. فليهم برنامج، الأول بيترش السماد المالتي وبعد كده بيترش سماد البوتاسيوم، واحنا بنراعي في المواد الخام المستخدمه كمان الكفاءه العاليه، زائد ان السعر زي ما قلت لحضرتك في متناول الفلاحين كلهم. المنتج ده بيطرح في جميع الجمعيات الاصلاح الزراعي؟ ايوه، المنتج ده بيوزع في الاصلاح الزراعي اساسا من سنه 2005، وقبلها كمان كان بيوزع في الهيئه العامه للاصلاح الزراعي. فالمنتج معروف في جميع المديريات، سواء الوجه القبلي والوجه البحري، وبيمشي للمحاصيل الحقليه والخضر والفاكهه، يعني بيستخدم في جميع انواع الزراعات. ده الاسمده دي يعني الفلاح بيختارها ولا اجباري على الاسمده؟ لا، ما فيش حاجه اجباري، هي المديريات بتيجي بطلباتها، سواء موسم شتوي انت عارف القمح وكده والزراعات بتاعته، والموسم الصيفي اللي هو الرز والذره وكده، دي بتيجي الطلبات على مرحلتين، مرحله صيفي ومرحله موسم صيفي وموسم شتوي، بناء على طلبات الإصلاح الزراعي. لو هنقول للفلاحين مثلا المنتج ده منتج تبع الإصلاح الزراعي حكومي، ده فوائده ايه بقى بالنسبه سواء للخضر او المحاصيل البستانيه فاكهه؟ الكيسين على بعض عباره عن سماد متكامل بيلبي النقص اللي هو موجود في التربه، سواء عناصر صغرى، طبعا التربه بتاعتنا يعني اغلبيتها بتبقى مستهلكه بالزراعات، فهو بيكمل السماد الارضي، دور السماد الارضي اللي بيتحط للفلاح. هو السماد المالتي بيترش في اول الزراعه، وبعديه سماد البوتاسا بعد 45 يوم، وبيستخدم كمان ساعه عقد الثمار، فبيساعد ان الثمره تاخد وضعها وتبقى في الحجم الطبيعي بتاعها. تمام، لو هتكلم على الطاقه الانتاجيه للمصنع، الطاقه الانتاجيه للمصنع هو ممكن يشتغل ورديتين، الورديه تطلع 2000 كيس في اليوم. بالنسبه للخامه، طيب كلمنا على الخامه. الخامه هي الكيس فيه انواع زي ما قلت لحضرتك مختلفة، الكيس المالتي مثلا بيتكون من بوتاسيوم ونيتروجين وفوسفور، فكل خامة لوحدها بيتم استلامها، زائد العناصر الصغرى النحاس والمنجنيز والزنك والمغنيسيوم، كل ده بيتخلط مع بعض وبيستلم الأول زي ما قلت لحضرتك الخامة، وبتتخلط بنسب مختلفة لأن السماد ده مسجل بنسبه في مركز البحوث الزراعية وليه رقم أرقام تسجيل وكده، بتخش تتصنع في المصنع تتخلط وبعد كده تتعبى. بالنسبه للمالتي الكيس كيلو جرعه فدان، بيستخدم في موتور الرش 600
وبيرش بيه الأوراق النبات. والبوتاسة برضو الكيس جرعة فدان للرش برضو على موتور الرش 602. احنا عندنا كم خط انتاج هنا في المصنع؟ هو خط واحد للاثنين، يعني احنا بنصنع ده وده مع بعض، يعني حسب احتياج بقى المديرية لما بتبعت الطلبات بتاعتها اصناف ايه. احنا بنرتب الشغل ومواعيده بحيث يبقى الصنفين موجودين، تيجي الطلبيه من المديريه تبقى الحاجه جاهزه. انا شايف ان هي كيس صغيره التعبئه. التعبئه كيلو، الكيس جرعه كيلو للفدان، علشان الجرعات دي محسوبه دقيق حسب احتياجات النباتات عشان ما تحصلش تراكم في العناصر في التربه والدر. بالنسبه للتجار اللي هنا اللي عايزين يشتروا، هو في متناول، في مزارع بتجيلنا من الصحراوي وعارفين المنتج من زمان طبعا، وفي مزارعين بيجوا على ما بيلاقيش حاجه موجوده يعني في اي جمعيه زراعيه، عارف المكان هنا من زمان وبيجوا قاصدينه. طب لو في اي مشكله صدفت المزارع بالنسبه للمنتج هنا، بيتوجه للجمعيه، مقر الجمعيه، واحنا بنحل له. يعني في لجان متابعه بتتابع مثلا طبعا الرش بيتابع المنتج داخل الاصلاح، في متابعه طبعا. القطاع الخاص هو بيتابع، ولو في حاجه بيتصلوا بينا شخصيا وبنحل المشاكل. وطبعا كل الحاجات دي بتتحلل كمان بعد الانتاج عشان نشوف مراقبه الجوده ونشوف النسب اللي في كل كيس مظبوطه ولا لا. بالنسبه للاكياس التعبئه هنا كلها مستورده ولا احنا بنصنعها هنا في مصر؟ بالنسبه للخامه في اكياس التعبئه، لا الاكياس بتتصنع هنا محلي، الكيس نفسه بيتصنع محلي في شركات البلاستيك. تمام. بيبقى جاي جاهز وبالتواريخ اللي احنا بنطلع فيها الشغل حسب طلبية المديرية. طبعا لكل عبوة مثلا او كل كيس عليه مثلا المدة الزمنية، الصلاحية بتاعت المنتج اصلا بتبقى سنتين، فاحنا بنوزع زي ما قلت حضرتك على موسم صيفي وموسم شتوي، وكل مديرية بتاخد الكمية بتاعتها اللي هي محتاجاها علشان ما يترحلش حاجات بس الخامة نفسها بتبقى الصلاحية من 3 لـ5 سنين، فده برضو امان للنوع السماد. مهندس محمود يوسف، مسؤول المخازن بمصنع الاسمده الورقيه التابع لجمعيه الاصلاح الزراعي، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. كلمنا بقى عن مهام كمسؤول مخازن هنا. هو احنا هنا حضرتك بيبدا الموسم بتاعنا، بتبدا الموردين تورد لنا الخامات بتاعتنا، ببدا ناخد كل عينه لوحدها وبنبعت عينه للاداره عندنا، تبعتها لمركز البحوث الزراعيه بتتحلل في المعامل بتاعتنا. لما بتجي لنا النتيجه ان هي مقبوله تمام بالنسب بتاعتنا، بنبدا ان احنا نسجلها عندنا. لو ما جاتش مظبوطه بنرفضها. وبنيجي هنا في المخازن حضرتك بنحط كل صنف على حده لوحده، بحيث ان احنا لما بنيجي خط الانتاج بيبدا، بنبدا ان احنا نسحب بكميات معينه اللي هي المطلوبه في الخلطه اللي احنا شغالين بيها. تمام. الحاجه اللي بنطلعها بيبقى كل صنف محطوط على حده لوحده، فايه الناس الفنيين اللي عندنا هنا في المصنع بيجيبوا بكرارك بيشيلوا ايه الخامه صنف صنف، واخد حضرتك، بيطلع يتصنع، ببدا ادخله المخزن كمنتج بقى، مكان خاص بالمنتج. يعني في عندي مخازن مخصصه للخام، واخبار حضرتك، بتطلع للمصنع تتصنع، بتطلع لي من المصنع بدخلها في مخزن تاني ده مختص بالمنتج بتاعنا، وكل صنف على حده. تمام. احنا المخازن هنا الطاقه الاستيعابيه بتاعت المخازن قد ايه هنا؟ يعني على حسب الكميات اللي جايه لنا، يعني احنا انا مثلا ممكن يجي لي نوع واحد بس، مثلا ممكن يجي لي منه 50 طن، واخبار حضرتك، ببقى مفضي له مكان خاص بيه، باكيه على قد 50 طن، عشان يبقى المنتج الخام ده مختص بذاته، ما يبقاش في حاجه جنبيه، هو لوحده. ومع مراعاة برضو ان انا ببقى رافع عن الارض عشان برضو الرطوبه والعوامل الجويه بتاعتها. تمام. زي الاسمده دي طبعا والمخصبات الزراعيه بتحتاج معامله خاصه. تمام. بالنسبه في المخازن طرق التخزين بيبقى ازاي بقى؟ هو اول حاجه عندي التهويه. تمام. حضرتك، وبعمل بين كل صنف وصنف مسافه، عشان ما ينفعش احط كله جنب بعض، لازم اعمل بين كل صنف وصنف مساحه بحيث يبقى فيه تهويه للمخازن كله وللخامات كلها. بالنسبه للمخصب هنا والاسمد ليه معامله خاصه في التخزين؟ احنا طرق التخزين هي السليمه بقى؟ طرق التخزين عندنا حضرتك بنحط كل صنف من الخامات اللي عندنا، كل صنف على حده لوحده، وبنسيب كل صنف بين كل صنف وصنف مكان للتهويه، بحيث يبقى عمليه التبريد او التهويه على جميع الاصناف بتاعتنا.
وبيبقى مرتفع عن الارض برضه عشان الرطوبه بتاعتها. تمام، انت المده الزمنيه هنا في المخازن قد ايه لكل مخصب او سماد ورق؟ المده الزمنيه زي ما استاذ قال لحضرتك بتبقى بتتراوح من 3 سنين ل5 سنين. فاحنا قبل المده ما تخلص 3 سنين بيكون احنا اصلا مطالبات المديريات بنكون سحبناها في خلال الموسم واحد بس. مجد الشراكي رئيس الجمعيه العامه للاصلاح الزراعي، اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ عز، اهلا وسهلا، واهلا بالساده اعضاء قاده البرنامج. خلال جولتنا اللي في برنامج السمراء في مشروعات الاصلاح الزراعي بصراحه انا شايف نماذج محترمه سواء لانتاج البيض او للعقار الحلاب وخلافه. كلمنا بقى عن المشروعات باستفاضه. اولا الحمد لله يعني في ظل الظروف اللي الدوله بتمر بيها كان لابد ان الجمعيه العامه تنتهي في سياسه جديده عشان خاطر نعمل توفير من الامن الغذائي للشعب المصري او نساهم في عمليه الامن الغذائي اللي هو القوت اليومي للمواطن المصري. احنا عندنا مشاريعنا بننتج حوالي، انت زرت مشروع من اصغر المشاريع اللي عندنا بينتج 25 مليون بيضه، غير المشروع الحلاب اللي انت شفته. المشروع الحلاب ده احنا بنعمل توسعات في المشروع عشان نوصل ل2000 راس على اساس ان احنا في المستقبل نبدا نعمل يعني مصنع البان وجبن وحاجات من دي، يبقى انت انتاجك منه فيه يعني. الحاجه الثانيه ان احنا بنحاول نزود انتاج البيض راسي من خلال التطوير المشروعات اللي احنا دخلنا فيها، بنطور المشاريع بتاعتنا على اساس ان احنا نضاعف الانتاج بدل ما بننتج 120 او 130، الخطه اللي معموله نوصل ل 300 مليون بيضه او نص مليار في خلال سنتين ثلاثه، نكون احنا كملنا التطوير بتاعت المشروعات دي. احنا بننزل عموما، لما بننزل احنا المنافس بنبيعه بسعر البورصه، ما بنحطش عليه تكلفه عشان خاطر برضو مساهمه مننا للدوله والمواطنين عشان نخفف الاعباء على المواطن المصري اللي هو عشان ما يحملش الدوله اي اعباء تانيه، لان انت عارف الظروف اللي بتمر بها البلد، الظروف الماليه والاقتصاديه مقصرة، فاحنا مش عاوزين نحمل الموظف المواطن اي تكلفة جديدة. الحاجة المهمة ان احنا بنقول ان احنا كجمعية عامة لإصلاح الزراعة او كتعاونيات ان احنا لنا دور لابد ان احنا نمارسه ما دون النظر في العائد اللي هيعود منه للجمعية او بالسلب او بالايجاب، لكن انت ليك دور تنموي لازم تقوم به على مستوى المحافظات او مستوى المنطقه اللي انت بتشتغل فيها. فلازم يبقى ليك دور دون النظر عن انك انت هيحقق عائد قد ايه او مش هيحقق. الدور لازم تقوم بيه، لان دور التعاون ان انت لازم تكون متواجد في وسط المجتمع المصري ومتواجد في دور التنميه الحقيقي، انك تعمل مشاريع. وانت لو نظرت للعالم كله هتلاقي دور التعاونيات نهضت بشعوبها، ولكن احنا عندنا بعض القصور في العمل التعاوني، بعض القطاعات يعني بتنظر في ان هي تربح قبل ما تشتغل، يعني تبقى عاوزه تشتغل تربح قبل ما تشتغل. واحنا دورنا انتهجناه من الاول من يوم ما بدات الجمعيات جمعيه الاصلاح الزراعي ان احنا نعمل دون النظر للعائد اللي هو هيجي من وراها. الجمعيه كانت بتدعم منتفع الاصلاح الزراعي بالعجلات العشارة، احنا اخبرنا ايه؟ هل فيها هنستورد الفتره اللي جايه؟ والله احنا مقدمين طلب لاستيراد عقول تسمين، مقدمينه
بتاع البيطري، الحجر البيطري يعني، الدكتور مقدم لهم طلب. في خطه مستقبليه، لكن احنا حته العجول المستورده توزعها على صغار الفلاحين بتفشل، لان العجل المستورده عاوزه عنايه خاصه ونوع معين، فلا بد اللي ياخدها يكون راجل عنده الفكر اللي يعرف يتعامل مع هذه البقره او الماشيه. احنا دلوقتي ازاي نقدم دعم لمنتفعي الاصلاح الزراعي خاصه المحاصيل الصخريه زي مثلا؟ احنا الدعم اللي احنا بنقدمه له تقاوي عاليه الانتاج، عشان خاطر ما يلجاش برضه، لان في بعض الشركات، في بعض الناس اللي هم يعني فاقدين الروح الوطنيه، ان هم ممكن يعبوا تقويات ما هي الصالحه يعني، مش هي عاليه الانتاج. فاحنا بنبقى حريصين على فلاحنا، بنبقى موفرين له الحاجات ديت، وفي حاله التسويق اللي يعجز عن التسويق احنا ممكن ناخده منه ونسوق. يعني احنا بنبقى في التسويق بالذات موجودين، في حاله ان هو يعجز نسوق، ما دام هو عرف يسوق حاجته بسعر اللي يريحه ماشي، ما عرفش احنا ناخد منه ونسوقه. نتاكد من الاسمده الصيفيه، الاسمده الصيفيه موجوده بكثره بنفس الاسعار المدعمه، بس فين النفس اللي تصرف؟ بس يعني هو الاسمده ياما موجوده، اسمده في مخازن الجمعيات اذا كان على مستوى الاصلاح او مستوى القطاعات بحاله، موجود اسمده دلوقتي تخش في ال 2 مليار. بالنسبه لزراعه الذره بقى، بنشجع الناس على زراعة الذرة، لأن أنت عارف إن إحنا دلوقتي موضوع الذرة في المرحلة اللي جاية ديت، إحنا لما حصلت الأزمة بين أوكرانيا وروسيا، فما تأثرش بيها غير الشعب، القطاع الحيواني، الإنتاج الحيواني في مصر. ارتفع الذرة الصفراء من 5.5 وصل 7-8 وشوية، والفول الصويا من 10-9.5 وصل 13. والمركزات التانية، المدخلات التانية طلعت برضو 20% و30%، فدي بتأثر على الانتاج الحيواني. فكان لابد، وده احنا بنطالب فيها اكتر من مرة، لابد ان هناك آلية لتسويق الذرة من الفلاح وقت الحصاد بتاعه، حتى لا يعملوا سلاج ولا غيره، ونبقى احنا ونعمل سعر برضو زي ما حددنا سعر القمح، هنحدد سعر الذرة، هنحدد سعر دي على اساس ان يبقى دي سعر ضمان مش سعر شراء. انت ما تقولش للفلاح ان انا هشتري منك الحاجه دي ب 10 جنيه. الحاجه اللي تنزلها تقول سعر ضمان، عشان لو السوق طلع يطلع الفلاح معاه. اذا نزل يبقى انت عملت له الحد اللي هو المخاطر بتاعته، تحميه من المخاطر.